انا ازاي اسامح واحد قطع ابويا وخلى راسه تنفصل عن جسمه وخلى الاحشاء الداخليه تبقى خارجه والجزء العلوي منفصل عن الجزء السفلي؟ فبرضه مش سهل على الواحد ان هو يسامح واحد يعني. مبدئيا والدي كان واقف في مكان عمله، كان واقف في مكان شغله، مش هو بيقولك ان انا اتفاجئت فيه وهو بيعدي؟ ده غلط تماما. والدي كان واقف في شغله، كان بيقدم واجبه تجاه وطنه. والدي لا كان بيعبر طريق ولا كان بيعمل اي حاجه، والدي كان واقف مكان شغله. كنت مكلماه الساعه 6 تقريبا او 5، كلمته بس كان فضل يهزر معايا وكده يعني، فضل يكلمني ويهتم بمذاكرتك وخليك دايما مجتهدة وكده. بس من ساعتها كنت لسه خارجة من الدرس يعني، لحد الآن ثابتين ان احنا رافضين التصالح نهائيا. والدي توفى يعني مش خبطة عربية، دي استحالة، دي جدا 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 جدا. والدي كانت بقول لحضرتك احشائه الداخليه كانت خارجه عن الجسم، وكانت راسه منفصله تماما عن الجسم، ده غير ان الجزء السفلي برضو منفصل، الجزء العلوي برضو منفصل. انا اهلاويه وهو زملكاوي، مثلا لو زمالك وقال مثلا ان هم خسروا هفضل اقول احنا كسبنا ومش عارفه ايه، فيفضل يتعصب بقى وكده. بس بابا كان بيحب الزمالك جدا كمان. انا جالي من قاعده في البيت يعني، هي خالته جت خبطت عليا، فهي اصلا ما يعني ما قالت ليش الخبر، فانا عرفت الخبر الساعه 2 من خالته. برضه منعني اقول كلمه بابا في البيت. هو حرمنا من حاجات كتير جدا يعني، حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه. طلعت بره بكلمهم، قال له اخوك ده اخوك عمل حادثه. قلت له طب يا حاج انا جاي لك في السكه. فروحت الى المحل ده بتاعي، فهي موجوده يعني قاعده فيه يعني. فلقيت فيه ناس كتيره يعني، فقلت لهم يا جماعه في ايه؟ فواحده من الجيران قالت لي اخوك عمل حادثه. رحت لها هي امي في ايه؟ قالت لي اخوك عمل حادثه، وواحد زميله اتصل بيا وقال لي رجله مكسوره. قلت لها سهله خلاص يعني، هيكون متجبس فرنجبوا بعربيه اخويا ايمن ونيجي خلاص، والعربيه تاني نركن هناك مفيش مشاكل. طبعا عرفت لما وصلت لحد المكان عمله، فاول ما دخل فقالوا لي انا فلان فلاني اخو الشهيد فلان فلاني. طبعا وقت ساعتها طبعا كنت لسه طالع من واخد جلسه وكده، فما قالت بقى طبعا الدنيا دخلت بيا وبتاع. هو طبعا تعددت الاسباب والموت واحد، واحنا طبعا قضيب بامر الله سبحانه وتعالى، وربنا يجعلهم الشهداء. هو دلوقتي شهيد في مكان احسن مننا كلنا، احسن من الناس اللي عماله تطلع كلام عليه، اللي هو اللي اهله خدوا 15 وخدوا 10. طب بالعقل كده لو احنا خدنا 10 و15 وتم التصالح، ها مش كان طلع في الجلسه دي براءه؟ هل ده واحد دي خبطه واحد كان بيعدي بالعرض، ولا واحد كان واقف في خدمته وهو دخل فيه؟ اعطاك نعمة يا اخي، حافظ عليها، مش تدوس. هو كل واحد بقى شرب سيجارتين حشيش ومعروف في البلد يدوس على الناس كده وخلاص؟ ليه احنا كتاكيت صراصير ماشيه في الشارع؟ اتقوا الله، اتقوا الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرم البلد. علشان ابيلي انا عايز حق جوزي بس، وزير العدل يجيب لنا، احنا عايزين حقه بس كده. هل ممكن تتصالحوا معاه؟ هل ممكن تقبلوا منه دية؟ هل ممكن تطلبوا؟ ما فيهاش رد عليك، سبب احنا سبعه زي ما احنا كلنا مع بعض بس.